حتى لو ظلت جميع الأبواب موصدة، فإن الله سيفتح درباً جديداً لك. في المولد في ناس بتبيع البهجة، لكن النظرة الأعمق بتكشف إن بائع البهجة في ذاتهم قد يكونوا محرومين منها. سلمان حمودة من سوهاج، أول مرة يجي المولد. سلمان بيسترزق هو وفرقته من خلال مشاركة زوار المولد الرقص على إيقاع الطبلة والمزمار. سلمان نفسه يكون فنان مشهور. أنا كنت شايفكم بترقصوا الناس، ليه بترقصوا الناس؟ والله يا ناس من عادة مصر، التراث للشعب الأصيل، بالك الشعب المصري يحب الرقص، يحب البهجة، يحب الفرح، فعشان كده هو بيعبر عن فرح اللي هو فرحان انه يرقص. والرقص مرتبط بالطبلة دي؟ ده أساسي، ده أساس الفن الطبلة. وإيه اللي جابك مولد السيدة؟ والله هي السنة دي هي من ديانة، يعني السنة دي هي من ديانة، أنا أول مرة جه هنا. رحت موالد قبل كده عند سلمان؟ رحت سيدنا الحسين رضي الله عنه، وعندنا موالد بقى في البلد برضو بنروح على طول برضو. انت شغلك مرتبط بالموالد بس؟ لا يعني انا المولد بيجي في السنه مره، انما انا شغلي كله افراح وحفلات كبيره وقاعات ونمر انت قلت لي المصريين بيحبوا الرقص. ومظهر للسعاده، يعني مظهر للسعاده، انما هي مش السعاده، هو مظهر للسعاده، مظهر للبهجه للفرح. البهجة اللي بيبيعها سلمان بنت وقتها ممكن تتنسي، لكن علاء بيبيع الذكريات والتذكارات اللي بتفضل ملازمة زوار المولد، وخصوصاً الستات والبنات بلمعتها وأشكالها. الغوايش والسلاسل على برواز علاء بتخطف عيون الستات. عارف الغوايش دي؟ غوايش. كان في مسلسل زمان بتاع غوايش عصباب السعود. كانت هي في المولد وبتبيع غوايش. بس مش دي. انهي بقى؟ الحاجات التانية دي، بس كانت بلاستيك. دي بقى اللي كانت الستات زمان بتشتريها في الموالد. كانت بلاستيك، دي ازاز. دي بقى الحاجة الحديثة اللي الصين عاملاها. يعني مثلا عندي حاجة زي كده، دي يدوية، دي يدوية، دي بتقف علينا ب 2 جنيه جملة. معايا دي بتقف ب 75 عشان دي جاية صين. الغوايش مرتبطة ببهجة المولد؟ طبعا ده أساسي. الخواتم اللي هي الحاجات اللي هي الخردوات، الحاجات دي الغوايش والحاجات دي الستات دايما هي اللي بتشتريها في الموالد. لسه الذوق بتاع الستات واحد ولا بيختلف بمرور الوقت؟ بيختلف طبعا. بلاستيكات زي بتاعت زمان الناس كانت بتاخدها، دلوقتي بياخدوا الحاجات اللي هي بقى الحديثه بقى، اللي هي الغوايش مش عارف ايه. انت عندك حاجه زي كده، ده شغل هندي، شكل الذهب اهو. طب دي زي الذهب؟ دي زي الذهب، وما بتغيرش، بتقعد. دي بتساعد الناس اللي ممكن ظروفها الاقتصاديه ما تقدرش تشتري الذهب، فيجي يشتري دول بالزبط. عشان يسعد بيها خطيبته ولا حبيبته. سلسله دي شكل الذهب ايه، ممكن تحط جوه الذهب ما تبانش، وفي نفس الوقت ما بتغيرش. يبقى جاب حاجه على القد واسعد الناس اللي حواليه. بص بقى، المصحف ده مصري، ده صيني، سلسله. انت بتحس بايه لما بتبيع الحاجات دي وتشوف الناس مبسوطه بيها؟ الحاجات اللي بنشوف بيها الغوايش، الحاجات ديت بياخدوها الاطفال والبنات والسناس والحاجات اللي زي كده. مثلا السناس بيبقوا واخدينها وفرحانين، الاب او الام داخله بحاجه من المولد، يعني بتبقى فرحانين بيها. ومهم الاب والام لما يجيب ابنه او بنته وهو جاي لازم ياخد حاجه من المولد. طبعا ده اساس لازم، طالما جاي مثلا من حته مثلا بلد جنبنا مثلا ارياف مثلا، وجم السيده في مولد السيده، لازم ياخدوا الحمص والحلاوه والغوايش والسلاسل. الحاجات دي مش موجوده في الارياف. فن معامله الحريم في المولد وانت بتبيع لهم الغوايش. ايه الفن بقى؟ لا بقول لك على حاجه، هو عموما التجاره اسلوب في المعامله واسلوب، يعني ممكن الزبونه ممكن اوقفها اخليها لو هتاخد حاجه بخمسة جنيه اخليها تاخد حاجات بخمسة وعشرين 30 جنيه عشان اسلوب معاها، ما يبقاش مثلا يعني حاجه مثلا فيها ربع جنيه نص جنيه. بارك الله في ما رزق. عبر عن جد بتبيع الحاجات دي. اقدم ناس في السيل احنا،
انت موجود في السيده على طول؟ انا في السيده على طول. احنا اقدم ناس في السيده. ما بتروحش حتت بره السيده؟ لا. ولا موالد تانيه؟ لا 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 لا، المول بتاع السيده بس نعمل سلسه. طب انا لو حبيت اشتري حاجه لمراتي بس عايز اجيب لها حاجه بقى يعني زي ما بيقولوا كده من بتاعه زمان. اه دي بتاعه زمان. دي بتاعه زمان. بس الفرق ايه؟ كانت دي الازاز بتاع زمان كانت بلاستيك وبار. طب الواحده بكام بقى تديهالي دي؟ بجنيه. الست عايده لفتت نظري لانها كانت بتشتري هدايا كتير، وكمان لان الدم بيحن. وجايه مولد السيده ليه؟ بحب السيده، حلمانه بيها وهو شايفاها، متحمس بابني وحلمت بيها، ربنا رزقني بولد. مواظبه على زياره كل سنه؟ السيده زينه مرتين، بروح زين العابدين وعاملين خدمه هنا. الحاجات دي ايه اللي بيشدك فيها؟ بتفرح العيال، عمال اخد كل حاجه ولسه اشتري. ايه الحاجات اللي جايبه لهم؟ ايه جايبه لهم؟ طبله وحاجات وجايبه لهم غوايش وكده، وجايبه لهم كل حاجه وجايبه لهم كل حاجه. الغوايش دايما مرتبطه بفرحه البنات طبعا، البنات والعيال وكل حاجه، واحنا بنجيب لهم كل حاجه. وانت تقدري تشتري كميه من دول مثلا وتفرحي اكبر عدد؟ باخد ناس غلابه، يا ما اي حاجه باخدها بفرحهم. ممكن تشتري لنفسك؟ لا انا ما اشتريش لنفسي الحاجات دي، لبس ده بس. طبعا انت عارفه السرقه والحراميه، ما بلاش ده. ما ينفعش تمشي بدهب في المولد. طبعا لما تاخدي الحاجات دي وترجعي لحبايبك والناسك وتديها لهم هتقولي لهم ايه؟ اقول لهم خدوا من دي من حاجه بس بنات السيده. على بعد خطوات من علاء لاحظت بياع حمص فرش على الجزيرة الوسطى للشارع وسرحان. قربت منه، اسمه إسلام. قضى سنتين ونص في السجن ولسه خارج بقاله 7 أيام، وجاي المولد يبدأ صفحة جديدة ليه ولابنه اللي عنده 3 سنين. قولي يا إسلام انت منين؟ من طنطا يا باشا. مين اللي جابك هنا يا عم في مولد السيدة؟ جينا كلهم. انت عايش كده من الحلال؟ وانت شغلانتك اصلا بياع حمص؟ ببيع حمص. بقى الحمص فين؟ في أي مولد؟ إيه اللي بيميز مولد السيدة عن غيره من الموالد؟ مولد السيدة ومولد الحسين هما دول يعتبر أحسن مولدين، كلهم لهم تعيش حلوة. في حلويات مرتبطة بالموالد؟ إيه هي الحلويات يعني دي؟ في حلويات مثلاً اللي هي زي دي كده. إيه دي؟ دي ملبن وحلويات تشكيلة وكده. دي مرتبطة بمولد النبي. يعني كل مولد وليه حاجة. مين هم الزباين اللي بيجوا يشتروا منك الحمص والحلويات بتاعت المولد؟ معظم الزباين الصعايده. اشمعنى الصعايده يعني؟ هم يعني اكتر ناس ما عندهمش الحاجات دي. يجوا المولد يزوروا ويشتروا؟ قول يا اسلام. انت لما خرجت من الحبس قررت تاكل لقمه عيش حلال. لقيت اللي يساعدك على اللقمه دي ولا الظروف عن جدك؟ لا لقيت اللي يساعدني. يقفوا جنبي مني فرشولي يشوفوني عايز حاجه كده يعني. ايه اخلاق الوقفه هنا؟ ادب واحترام وكده. بتبيع حمص وحلويات اللي هي الحلويات دي. ايه البيضه دي؟ دي حلاوه الحمص. دي الحلاوه اللي على طول مع الحمص. اسمها حلاوه قصه. حلاوه قصه؟ الناس بتنكفك في البيع والشراء طبعا. يعني ممكن اقول له 15 يقول لي لا ب 10، اقول له لا ب 12 يقول لي لا ب 11. الناس ممكن تقف تتفرج وما تشتريش. ممكن يبقى واقف بيتفرج عشان ياكل حبايتين حمص. يعني حلواني كده. يدوق الحمص وياهم بعض ويمشي. وانت بتسامح؟ طبعا. 10 10 10 10. الرغبه في حياه افضل جمعت اسلام وام زياد في مولد واحد. على الناحيه الثانيه من الشارع الوان الطراطير واللعب تشغل الكبير قبل الصغير. أم زياد ورثة المهنة عن أهلها وبتصنع الطراطير بنفسها هي وجوزها عشان يعلموا ابنهم زياد وما يمرش بنفس ظروفهم. ده ايه؟ ده العيال الصغيرة ولا الكبار؟ لا ده أطفالي عشان دوت يعني بنظام طفل صغير بيلبسه بيرفع بيه كده. انتوا بتصنعوها وتيجوا تبيعوها؟ بتفرحوا الناس بيها؟ يعني العيال بيبقى ماشي، يا ماما أنا عايز تربوش، ماما عايز طعية. ليه بقى؟ أما العيال بيبقى لابس بيبقى فرحان وسعيد. يا ام زياد انت بتبيع طراطير بس؟ ببيع لعب زي الصابون اللي بتاع اللي بيطلع البلالين، سكه لوز، العيون، حاجات من دي. ليه بقى؟ حابه اللي انا اشتغل فيها. زي ما كل واحد يعني متعود على حاجه حبيبها واخد وضعي مع الناس. انت منين اصلا؟ انا من الدويقه. وبتيجي هنا المولد تبيعي؟
باجي كل سنه، يعني باجي اخد الاسبوع بتاع المود اسبوعين بتوع باخد بعض واروح. انت كست واقفه بتبيعي وسط المولد وسط كل الناس دي، بتحافظي على نفسك ازاي؟ باجي اطلع بعربيه دي اكني مش واحده طالعه، اكني راجل. يعني ما باجي اخد ودي مع الناس راجل بيتكلم مع قصاد راجل، مفيش احسن من الحاجه اللي احنا بنجيبها من الحلال وزي ما انت شايف كده. بس الحمد لله ربنا بيرزقنا وبيقف معانا برزق زياد ابني، عشان زياد ابني انا عايز اعلمه. ربنا يكرمك. الحلم ده ممكن تصرفي عليه من بيع التراتير وبيع الالعاب والحاجات دي؟ دم قلبي، ما دم قلبي جوزي، فلوسنا كلنا متبرعين بقى لابني اللي احنا نعلمه. ايه الحاجات اللي بتتعبك في المولد؟ اللف، ما بنيجي نلف على رجلينا وبنزق تعب وشغلنا وكده، بس الحمد لله مش عيب ولا حرام. هو بتجيب الجنيه من العرق يجيبينك خلاص.